عن محمد بن ذكوان المعروف بالسجاد، لأنه كان يكثر من السجود والبكاء حتى ذهب بصره. قال: قلت للإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: جعلت فداك، هذا رجب، علمني فيه دعاء ينفعني الله به. فقال الإمام الصادق: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قل في كل يوم من رجب صباحا ومساء، وفي أعقاب صلواتك في يومك وليلتك، يا من أرجوه لكل خير وآمن وسخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأل ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. ثم وضع الإمام الصادق يده اليسرى على لحيته وقال: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار بحق محمد وآله الأطهار. من مرقد الإمامين العسكريين سمراء المقدس حيدر مجيد. ما السلام لنا الضوء، واحنا كل يوم الرحيم تكني انتظر يا صاحب السلام.